لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي. مرحبا بك عبر قناة دكتور كريم، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بحضرتك. أهلا دكتور. إذا دكتور، نحن نحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. نستذكر بأنه في العام الذي حكم فيه الإخوان مصر كان هناك تراجع لمعدلات النمو وزيادة الدين، تآكل الاحتياطي النقدي، ولكن بالرغم من كل هذه التحديات وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت بأنه قادر على امتصاص كل هذه الصدمات. ما الذي تحقق على صعيد التنمية خلال 10 سنوات؟ يعني طبعا نحن دعونا نتفق على ان يعني تلك الفترة الصعبة من حياة مصر طبعا من يونيو 2012 ليوليو 2013، رغم ان هي فترة تبان ان هي قصيرة، ولكن انا عايز اقول ان يمكن يعني كانت ساءت المؤشرات فيها بشكل كبير للاقتصاد المصري. يمكن يعني برضو يعني عشان دعونا نتذكر في البداية ان يعني يمكن كانت تلك الفترة او فترة اللي حكم فيها الاخوان يعني يمكن لم يكن لديهم انذاك رؤية مستقبلية، لم يكن لديهم خطة او استراتيجية اقتصادية او اجتماعية. يمكن كان ارتكاب الاخطاء بشكل كبير جدا ومتكرر اثر بشكل او باخر على الادارة الرشيدة وعلى الاقتصاد المصري، بالاضافة الى خطاب شعبوي، استقطاب سياسي، حالة من عدم الثقة سادت الاقتصاد، وعود غير قابلة للتحقيق بالمرة، وده طبعا اللي انعكس على التصنيف الائتماني لمصر اللي انخفض في عهدهم يمكن تقريبا 4 مرات، ولاول مرة يمكن وصل التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تريبل سي، وهذا يعني ان الوضع خطير جدا، ويمكن مصر كانت انذاك على قريبة جدا من الافلاس. يعني طبعا دي كلها كانت يعني امور طبعا سيئه جدا نحن نتذكرها جيدا، لان احنا كنا كلنا عايشينها. يعني بالاضافه الى مثلا على سبيل المثال برنامج ال 100 يوم، برنامج فشل ذريع، برنامج النهضه، كل دي كانت وعود وبرامج غير ممكنه اصلا التنفيذ، بالاضافه الى المؤشرات الاقتصاديه السيئه لمصر بشكل او باخر، معدل بطاله 13%، عجز موازنه 11%، معدل نمو تقريبا 2%، يمكن كمان بالاضافه الى ما ذكرته ان حتى يعني كانت اختيار يعني اختيار الكفاءات التي كانت تدير الاقتصاد كانت بعيده كل البعد عن الكفاءه الاقتصاديه. يمكن كان في وزير استثمار هو غير متخصص في المره في الاقتصاد والاستثمار، كان مدير وحده في احدى شركات المحمول وخريج ألسن، وزير التعاون الدولي مهندس تربه، وزير ماليه اكاديمي فقط، وزير الصناعه والتجاره انذاك كان خبرته فقط في صناعه الالبان، يعني كان وزير التنميه المحليه مهندس كهرباء، يمكن كانت الطمه الكبرى في مجال الاثار، يمكن كان ساعتها تولى وزير اثار اخواني، يمكن اول ما تحدث عن الاثار يعني تحدث عنها كانها اصنام، وبالتالي دي كانت ضربه قاتله لصناعه السياحه انذاك. السياحه اللي احنا الان يعني بنحتفل بيها ان هي يمكن وصلنا تقريبا ايراداتها ل 15 مليار دولار، يمكن يعني عايز اقول ان السياحه دي كانت في بعض السنوات يعني نقدر نقول عليها هي اللي كانت بتنقذ الاقتصاد المصري وبتوفر له السيوله الدولاريه اللازمه رغم الازمات العالميه. يبقى احنا طبعا يعني احنا يعني انا قلت وذكرت باختصار ماذا حدث لمصر في تلك الفترة، ولكن طبعا يعني منذ عام 2014 ابتدينا نشوف او ابتدينا يعني نرى ونبتدينا نلمس ان في تغيير، يمكن تغيير كبير وتغيير جذري حدث لمصر. يمكن كانت البداية في وضع خطة استراتيجية لمصر، خطة التنمية المستدامة 2030، ويمكن عندما نتحدث عن تلك الخطة هي كانت خطة اقتصادية واجتماعية بالمعنى المفهوم، وضعت مسار للاقتصاد المصري. يمكن المسار ده ما فيش حاجه كانت اثرت عليه او عطلته الا الازمات الاقتصاديه العالميه، يعني يمكن كانت الحاجه الوحيده اللي عطلت مصر في السنوات السابقه الازمات الاقتصاديه العالميه. صحيح. دعونا ايضا نضع في الاعتبار يمكن ان مصر الان في 2023 ليس مصر في 2014، نحن نتحدث عن دوله كبيره، بناء دوله جديده بالمعنى المفهوم، مدن جديده، شبكه من الطرق والكباري. صحيح. يعني شبكة من الطرق والكباري، تحسن بشكل أو بآخر في إجراءات وقوانين الاستثمار. يعني يمكن لدينا خطة وتصور إن إحنا مثلا على سبيل المثال إن إحنا يكون لدينا عدد كبير من الجامعات الجديدة، جامعات دولية ابتدى يتم بنائها. يعني إحنا دعونا نتذكر برضو إن يمكن ما كانش في أماكن بالمعنى المفهوم، أماكن صحيح. كبيرة تستحمل. نعم دكتور، طفرة كبيرة حدثت خلال هذه السنوات، طبعا يطول الحديث عنها، ولكن
وقتنا ضيق، أعتذر طبعا المقاطعة. دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر.